شكرا للزميل متعب الشمري. فتحت البوابات وانطلقت الجياد مشاهدينا الكرام في شوطنا الأول. الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر من علامة 2000 متر، وعلى بركة الله تعالى التقدم في هذه اللحظات لظن السعد في المركز الأول. بل الآن التقدم يأتي لأندرين ورقم 9 في هذه اللحظات، أيضا يأخذ المبادرة عثفر في هذا الشوط مع ملاحقة أشاهدها أيضا لرقم 8 ظن السعد في المركز الثاني مع محاولات الآن كذلك لرقم 5 ذات حسم في هذه اللحظة في المركز الثالث. بينما التقدم من الخارج الآن يأتي لشبل نهلة في محاولة للتقدم المركز الثاني لانطلاقة، والمحافظة على المركز الأول لعثفر في هذه اللحظات مع عبد العزيز الفريدي في محاولة لخطف المركز الأول. والبداية القوية للجياد والأفراس المنتجة محليا عمرها 4 سنوات فأكثر في شوطنا الأول. مشاهدينا الكرام، بدأت الآن التكتيكات قبل الانطلاقة النهائية، وبدأ عثفر أيضا يأخذ موقعه متمكنا من المركز الأول مع محاولات من شبل نهلة في المركز الثاني. ظن السعد المركز الثالث، يأتي النجم الصارم من الخارج الآن إلى المركز الثالث مع مطاردة وملاحقة للمحامي في هذه اللحظة. بدأت الآن المنافسة تشتد، وبدأ الظهور للجياد المتمكن الآن في هذه اللحظات مع محاولات مستميتة من البقية للظفر بالمركز الأول. النجم الصارم يأتي الآن مع محاولات لشبل نهلة في المركز الثاني، بينما التقدم لعثفر. شبل نهلة يتقدم الآن مشاهدينا الكرام، ومن الخارج النجم الصارم في هذه اللحظة. أشاهد المحامي يحاول الآن، المحامي يأتي والنجم الصارم، بينما شبل نهلة في المركز الأول مع محاولات مستميتة من البقية. شعام الآن من الداخل، التنافس على شده، التقدم الآن للنجم الصارم، بينما شبل نهلة يحافظ على المركز الأول والمركز الثاني على ما يبدو للنجم الصارم، والمركز الثالث ذهب لمصلحة شعب.